السلام عليكم ورحمة الله. المشاهدين ديالي كدايرين؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيتكم في الدرس ديال الرنده، فيديو ديال الرنده، واحد الخدمه الصراحه زوينه، خدمه ديال الشبيكه. حتى بديت كنخدمها قلت لي ما لا ما نشاركش معكم، هو موديل قديم صراحه، ولكن لما لا ما نقولولوش موديل جديد، لان كنظن مازال جديد، يعني ما مطياش بزاف. التالي بسم الله على بركة الله. انا درت هنايا على جوج دقات، يعني جوج العيون، جليبة خفيفة. يا صراحة التوب ديال الصيف، ولكن انا عجبني هذا الموديل، يطبق على التوب ديال المشتة، غيجي رائع الصراحة، غيجي طوب. بسم الله. مثلا حنا نكونوا بحال بدينا درنا الخيط وجوج دقات، راها باينه البديه، سيرتو ديال هكا الهبطه اللي هبطه كامله. كنديروا الدقه ديال التوب ديالنا هكا، كنجيو ماجيين بحال الدقه الرنده اللي معتاده ديال ديما. فين كاين الفرق؟ هو كان نجيو مور هاد العين، هذه الدقه اللي ضربنا، نتمنى كون التصوير واضح ان شاء الله، اللي ضربنا وكنحبكوها. سمحوا لي انا يدي كنطلع بهكا، يعني بزاف ديال الاخوات والاخوان كيخدموا بالطريقه اللي سهله كيفاش تشوفوها في الفيديو، ولكن مع الاسف انا هكا. تقدروا تثبتوا هنايا، اللي ما مولفينش كيبداو بحالي، تثبتوا حتى هنايا التوب. انا هكا كنخدم، صافي يدي مشات هكا، حاولت باش تفهموني اكثر، ولكن على الاسف. كنضربوا الدقه الثانيه، ملي كنمشيو لليمين كنحبكو عفوا على الشمال، ملي كنمشيو للشمال كنحبكو على اليمين، كنرجعو في العين ونحبكو هاد الحبكه هادي باش كتطلع ما مشبكه هكا. كنضربوا الدقه في التوب، ديما التوب جبدوه باش ما كيتشربناش، هنايا عاوتاني كنضربوا الضربه ديالنا العاديه، كنجيو مور الدقه ديالنا كنضربوا نحبكوها، نجيو هنايا الدقه الثانيه كنحبكوها كذلك، صافي. وهكا وحنا ماشيين، يعني راه ساهله، كاينش ما سهل منها، وكتطلع زوينه الصراحه. كنضربوا الدقه ديالنا العاديه، كنجيو هنايا كنحبكوها، كنرجعوا نضربوا الدقه كنحبكوها، نضربو في التوب، نضربو الدقة العادية، كنجيو كنحبكوها، كنديرو الخيط هكا مدور على شكل أو، كنخرجو في وسط منو الخيط، نضربو الدقة الثانية. يعني نتوما لكم الاختيار، ديروا ربعة دقة ديروا، مي انا عجباني هذه تكون خفيفة. كنضربو في التوب وحنا ماشيين هكا، حتى كنكملو الموديل ديالنا. ولا بغيتو ديروا عليه الحبيك ديال الترزاز، بغى كيجي زوين حتى هو، كديرو فوق من هكا. بغيتو ديرو الجاكار عادي، مهم تزيدو عليها. هو صراحة الرندة كاملة راها قديمة، تا واحد ما غير كيبقى الابتكار والتجديد وصافي فيها، يعني كيجدو. والصراحة كاينين تبارك الله ما شاء الله، اللي بزاف تفنوا في الرنده، واخا قديمه ولكن تفنوا فيها بزاف الاخوات. وكاين الاخ تبارك الله عليه المعلم زهير، بزاف اللي بتذكر ديال الخدمات،
واخا كتبقى الدقه هي دقه دائما هي القديمه، ولكن تبارك الله بزاف اللي بتذكر الزواقات الجدادين ما شاء الله عليه، كنستافدوا منه كاملين وحنا ماشيين كما هكا. كيتسالى لنا الخيط بطبيعة الحال كندفنوه في الثوب، وعاد كنحاول انني نزول يدي باش نبين لكم. ما عرفتش انا الخدمه ديالي يمكن تجيكم صعيبه، ف كل وحده وتمشي كيفاش كتخدم. انتم معايا الدقه راها باينه، الدقه العاديه دراندا، كنجيو على ديك الدقه بحال كنحبكو عليها كنلويو عليها. حنا ماشيين للشمال، كنجيبو نرجعو الضربه من اللور كنحبكوها، ملي كنجيو على اليمين كنحبكوها من الشمال، دائما العكس. كنرجعو مور في العين كنحبكوها، نضربو في التوب كذلك. كنديرو الضربه ديالنا، كنحاول اننا باش ما باش تبان لكم الصوره، دائما كنمشيو بحال الخدمه عاديه غير الحبيك اللي زايد. ملي كتكون على 3 او 4 تبان كثر، ولكن بغيتوها غير خفيفه ديروها غير هكا بحال انا على جوج، تزيدوا عليها شي تحسينات من الفوق، يا كما قلت لكم ترزاز او تجيرو الشكر بشي لون من هاد الالوان، ولكن ديما الثوب اللي كيكون مزوق افضل تخدموه بالسامبل، ويمكن تدخلوا في الجاكار شي لوان. مع هذا فيه بزاف د الالوان، ما غاديش تبان لنا الخدمه الا تقدروا تخدموا غير بجوج الوان، واخا تاخذوا اللون الاساسي ديالو وتزيدوا شي لون اخر. مي باش ديروا بزاف غادي تجي كيتوب، كي ما كنصحش ان ديروا اكثر من لون او جوج الوان. من افضل دقة هنايا زيرتها بزاف، هو مزيان تزيروها مي من احسن تزيروا شي شويه. انا ما بغيتش نرخف لكم، هو الصراحه خصني شي شويه مرخوفه باش تبان لكم العين، ولكن مزيانين تزيروا باش ما كتجيناش ديك الشبيكه بحال الكروشي، سيكون عندنا فرق ما بين الكروشي والرنده ديالنا، تجي كتبان مزيره واقفه. نمشيو مزيان نديرو هنايا نلويو نحبكو عليها، ديرو الدقة ديالنا عادية، كنرجعو في الدقة ونحبكو كذلك، نضربو في التوب. دقة التوب ما تقاربو ما تبعدو، تجي شوية كنزيدو نحبكو الخيط اللي يبرع عفوا، كتخرج دائما من الخيط من وسط الخيط كما هكا. ها ديما تفكرو الخيط على شكل او باش كتجي الإبرة في الوسط.
بالنسبة للمبتدئات راه الصراحة كتجي سهلة وراقية يخدموها، مع دابا مطلوبة الخدمة اللي كتهبط السامبل وخفيفة. الجلابيات ديال الصيف، الخروج العادي، او كذلك في الجلابة الشتوية كتجي الخدمة الخفيفة هي احسن، هي الطوب. هي المبتدئات ما يخليوش الخيط تيبقى لهم غير شوية، باش ما ربما ما يتبتوش مزيان، ولا وترجع تصدق الخدمة ما متقوناش، وغادي يبقى يتسل الخيط والخدمة تفسخ. يما كنصحهم بحال هكا تخرجوها، وحتى في الخدمة اللي كتكون عريضة ديما واخا تضيعوا الخيط وما تخليوش يتسالى لكم في وسط الخدمة. هذه نصيحة، كيبقى باين كتجي الخدمة مكرفسة. هنايا كنتبتو في هاد الدبابيس حتى كنديرو خور، هنايا كنجيو نتبتو فوق هاد الخيط، هذا كنجبدو هداك مزيان. دايما يحاولوا المبتدئات، ما الكل كيعرف هاد المعلومة، ما يخليوش الخيط يتكمل في الوسط كما كانت الخدمة، كتلف لهم العين اولا، ثانيا كيجي هكا كما كنقولوا مقوق الخدمة في الوسط، هكا كتجيش عليها واحد، كتجيش متقونة. ضربوا الدقة ديالنا، نعاود نضربو هنا، كنهزو الخدمة عادية وكنحبكو. الصراحة مشات في الطبيعة كنشد ديما في الأصابع ديالي. المهم راه كل واحد عارف راسو شنو هي، ضروري كتكون كيمتز شي واحد بأي حاجة، بأي حركة في الخدمة، باليدين، المهم وهو يكون تكون الخدمة متقونة وصافي. هنايا كنحيدو ديك الخيط، نكون حتى كنخدمو عليه عاد كنحيدوه. ايوا نبقى ماشيين مع الخدمة ديالنا، عيب شوية، وإلا كانت شي ضربة ماشي هي هاديك نفسخوها، ما نعكسوش عليها، نفسخو ديك الدقة ونرجعوها مساكدة بلا ما نميكو عليها كما كنقولو، وكتجي ديك الخدمة سواقية. اللهم دقة جوج زوينين، ولا باش كطلعي في ديك الخطأ كتسمحي فيه، كتصيبي راسك طالعة كاملة وانتينا ماشي في خطأ، يعني بلا ما تخدمي كتر، رجعي فسخي ديك الدقة. وها حنا كنديرو خدمتنا متقونة وكل شي متقون، كتطلع البياسة واعرة، كنتحاشموش مع الكليان ديالنا، وإلا كانت ديالنا كنفرحو بها زوينة كذلك. الخيط ملي كيكون مبروم مزيان كيتعقد، لهاد الخدمة كتبغي الخيط مبروم باش كتجي مفتولة زوينة ديال الشبيكة. دائما برموه مزيان،
نتمنى تكونوا فهمتوا الفكره والدرس ديال هذا النهار. ما غاديش نطول عليكم لا فيديو بزاف باش ما كتملوش منه. وديروا لي في الكومنتيرات واش عجبتكم، واش كتوصلكم الفكره، واش كما كانت حاجه قولوها لي. نكتفي بهذا القدر هذه. المهم ها كيفاش جات، صراحه راه كتجي رائعه. وهنايا انا هاد الجلبه هذه درت لها، دخلت عليها كما قلت لكم يا دير والحبيك، انا دخلت هذا البوطون هذا كما كتشوفوا جا رائع. خديت الثوب اللي بقى لي من هذا وبحال الثوب مزوق. حاولوا انكم تختاروا غير هاد الخويات، مي انا واحد جوج جاوني ما شاطليش الثوب بزاف الصراحه، جاوني هاد فيهم جوج ضربات باش كيجي ديك البوطون باين. داروا في السفيفه وفي خدمه ديال المعلم، قلت لي مالا ما ندخلوش في الرنده هاد البوطون. تجي جليلبه هكا، تجي جليلبه عصريه روميه في نفس الوقت، كنسدوها كامله من التحت، كتجي رائعه الصراحه. فوالا المشاهدين ديالي، ما تبخلوش عليا بلايك واشتراك، وشكرا على الكومنتيرات الزوينين، كتزيدوا تدعموني وتزيدوا بيا القدام. وما كنتمنى ما تبخلوش عليا، لايك 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 البنات، وتفرجوا في الفيديو وحتى الفيديو اخر ان شاء الله، وعمل يدوي اخر. الى اللقاء.